هل علا رامي شايفه ان التمثيل ادها حقها الكافي لقدر موهبتها؟ ما هو انا مش هقدر اقول ان انا موهوبه تمثيل، دي انا ما اقدرش انا اقولها، اقدر الجمهور هو اللي يقول والله احنا لما شفناها في دور كذا اتقنته وعملت كذا بتاع، انما انا ما اقدرش اقول اصل انا موهوبه. لا، انا ممكن ابقى موهوبه في الباليه. ليه؟ لان من وانا عندي 9 سنين وانا بقول لك في معسكر جيش اتعلمت على ايد خبراء روس، كان شديد، اتعلمته شربته، بقيت قادره اسمع الموسيقى الكلاسيك. طبعا ده بيبقى صعب على ناس كتير، الموسيقى الكلاسيك دي صعبه شويه على ناس، بسمع الموسيقى الكلاسيك بفهمها، بقدر اعمل الخطوات بتاعتي بحسها، اقدر اقول لك انا موهوبه في الباليه. انما في التمثيل الجمهور هو اللي يحكم عليا، لا انا ما اقدرش احكم على نفسي. الفن نفسه مقصودي في السؤال، الفن نفسه، الادوار اللي كانت بتتعرض عليكي، شايفه ان هي فعلا ادتك المساحه الكافيه انك تظهري موهبتك؟ مش كل الادوار، يمكن في بدايه مشواري اخذت مساحات كبيره وكنت للاسف لسه بتعلم، ف ما كنتش قافشه الدور حلو يعني مثلا. لا بس حضرتك سبتي علامات، ده حقيقي حقيقي، انت سايبه بصمات. الحمد لله، بتوفيق من عند ربنا طبعا. وبيبقى كمان اختيار المخرج ليا في الدور الفلاني هو ده اللي يعني اختياره صح، اختياره كويس، اختياره بيخليني امثل وانا مرتاحه وانا ريلاكس. وعشان كده ناس كتير تقول لي احنا ما بنشوفكيش بتمثلي، انت شخصيتك كده، انت ده الطبيعي بتاعك. طيب نخش في حياتك الشخصية شوية؟ اوكي. الحب في حياة علا رامي. الحب، بصي بقى، حاجات جملة أنا أول مرة هقولها لأن ده أول مرة سؤال يتسألني. وأنا في المعهد زي ما قلت لك إحنا جيش، واللي هو ما فيش، مش مركزة في أي حاجة غير إن أنا الباليه بس يعني. وأنا عندي 14 سنة وكنت لسه سفروته كده وصغيره ورفيعه قوي وكده. الزملاء بقى في المعهد احنا بنات واولاد مع بعضينا. فاللي هو قال يعني حبيت يعني كده، بس طبعا ده كان لعب عيال زي ما احنا دلوقتي بنقول. كان لعب عيال، كان عندي تقريبا 14 سنه، كان زميلي في المعهد. يعني اول حب في حياه علا رامي 14 سنه. ده كان زميلك. قعدتوا بقى تحبوا بعض قد ايه؟ سنة تقريبا. طب ده شيء كويس جدا يعني طولنا. طبعا. احنا ده الجيل اللي احنا فيه دلوقتي، بقينا في عصر السرعة. ما يعني ما فيش اسبوعين وباي باي. ما هو علشان هم بيكتشفوا نفسهم، هي الحكاية كلها مش ده حب او هو ده الحب، لا هو عايز يجرب الحكاية دي شكلها، احاسيسه فيها شكلها ازاي، فبيجرب، دي تجارب، فما بيبقاش حب حقيقي يعني. طيب الجميله اللي انا شايفاها قدامي دي وقاعده تقول جسمي وجسمي وجسمي، عايزين نعرف انت محافظه على جسمك كده ازاي؟ انت قلتي انت زدتي في الكورونا. لا بصي، انا هرجع للحب بس عشان انا هاخدك. طيب من الجسم هو للحب. بالظبط يعني احنا انا هوصل بيكي لحاجه معينه بس قولي لي. ان شاء الله. من سنه كانت خلاص كورونا خلصت، لان كانت خلصت وانا كنت مبعجره لبسي كله مش داخل فيا. لا كان وانا بقول لك كان.